خلينا ناخد السوشيال ميديا. السوشيال ميديا كنا كتبنا فيها، سوري يا علي، سوري 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 يا علي، يا علي ليه كده والغدر وحش يا علي؟ يعني لما تبقى في ظهري كده بديني فكره. ناخد السوشيال كنا كتبنا فيه، السيسي فرض 10 جنيه على طلاب الجامعات لصالح شهداء الجيش والشرطه، كل التقدير والاحترام لكل نحسبهم شهداء مصر، لكن يا ترى ليه الشعب هو اللي دايما بيحاسب على المشاريب؟ شاركنا باكثر 3 قرارات مستفزه والشعب هو اللي دفعها من جيبه في الاخر. نشوف كده حضراتكم. اول واحد يا علي اشرف بيقول بما اننا ناس بسيطه فالقرارات المستفزه للبسطاء كتير، اهمها التموين عشان بنعتمد عليه بشكل اساسي. الحكومه شخرمت التموين، اسعار المواصلات طبعا، وانشاء عاصمه جديده للاسياد. تحياتنا لحضرتك وتحياتنا ليك يا اشرف وبشكرك جدا. اللي بعد اشرف، صلاح ابو محمود بيقول تحياتي لحضرتك. اكتر 3 قرارات مستفزه ودفعها الشعب: حفر قناه السويس وتفريغ خزانه البنك المركزي من العمله الاجنبيه، تعويم الجنيه وتحويل قيمه الدولار من 6.88 جنيه الى 18 جنيه، رفع اسعار المحروقات بنزين سولار وغاز ما ادى الى رفع الاسعار والتضخم بنسبه 300%، وهكذا عجز الاقتصاد والاقتراض لسد العجز في الموازنه، وهكذا دخلنا في دائره مفرغه من القروض والتضخم وشلل الاقتصاد. تحيه للاستاذ ابو محمود لانه بصراحه الراجل محلل. هاتوا تاني كده يا علي معلش. الراجل ده يا جماعه بيحلل كويس جدا، وحطينا قدام الصوره الاستاذ صلاح ابو محمود، انت رائع. اوعوا تنسوا التاريخ ده، اوعوا تنسوا حفر قناه التفريعه اللي خربت بيتنا وتعويم الجنيه والحاجات دي، اوعوا تنسوها. شكرا صلاح ابو محمود. بعد صلاح في محمد نيازي، انت كنت معانا امبارح او من يومين يا محمد. هو لازم كل يوم 3 بس يا استاذ محمد؟ حفر طلعت قناة السويس، برافو. انشاء العاصمه الى مؤاخذه جديده، برافو. المؤتمرات بتاع اللقطه، بص يا نيازي، نيازي انت رائع بجد، ومش لازم كل يوم 3 بس، هي ملحوظه ذكيه. لكن انا عايز اقول لك بصراحه تحيه لك. على فكره كان في مخرج، كان في مخرج رائع اسمه نيازي مصطفى، وده من الرعيل الاول من المخرجين اللي درسوا بره ورجعوا، وعمل افلام كتير قوي منها سي عمر بتاع نجيب الريحان، سوري سلامه في خير نجيب الريحان، وعمل برضو الفيلم بتاع انكل زيزو حبيبي، اكيد انت فاكر انكل زيزو حبيبي. ناخد اللي بعد نيازي، بشكرك يا نيازي جدا. احمد مجدي بيقول القرارات كتيره بصراحه، عندك قرار 10% من قيمه الكفاله لصندوق دعم اسر الساده المستشارين، عندك 10 جنيه رسوم تنميه على فواتير المحمول، عندك 15 جنيه زياده في استخراج الاوراق الرسميه لاسر الشرطه، نظام ما عندوش اي موارد للدوله غير جيوب الغلابه بعدما افقر الشعب وعن عمد. دانا لتحياتي ليك يا احمد يا مجدي، وتستحق ايضا لايك لان ده اللي بنقوله، نظام مش لاقي غير جيب الشعب يتفشخر منه. لايك لاحمد مجدي الحقيقه لان الراجل ده واعي. بشكرك يا احمد يا مجدي جدا. اللي بعد احمد مجدي، بشكرك. فارس نبيل، ده اسمه ولا صفه؟ زي مخلص امين كده. انا ما يعني ما يعني ما يعني انت حاطط صوره حميد الشاعري تقريبا. على كل حال يعني الاسم جميل يعني، فارس نبيل، السلام على دي حاجه حلوه قوي. ال 15% ضريبه على القيمه المضافه، منع زراعه الارز والغرامه لمن يخالف، قرار بيع القطاع العام بدون الرجوع للملاك، وعمل استفتاء شعبي. تحياتي لمؤمن وعلي والنبي. طب علي بقى الراجل بيحييك انت ومؤمن، اديله بقى لايك لانه بصراحه الراجل عرف علي ومؤمن. على كل حال انت تستحق كمان، اسمك حلو فارس نبيل، بشكرك. وعلى فكره فارس ده بالمناسبه كان اسم بطل فيلم انا بحبه قوي، تفتكره؟ حد يفتكره؟ تفتكره يا علي؟ فارس، لا سيبك من فارس بلا جواد، دي ده كان مسلسل عبيط قوي. لا فارس، ها؟ لا فارس ده الواحد من الاسماء اللي اطلقها الاستاذ خان على بطل فيلمه اللي هو الحريف، عادل امام كان اسمه فارس، وهو كان الاستاذ خان يحب الاسم ده قوي قوي. وبرضه في فيلم تاني كان بس هو عادل امام في فيلم الحريف
اللي اخرجه الاستاذ خان. شكرا فارس نبيل. اللي بعد فارس محمد حسني. محمد هو لحق نفسه محمد حسني محمد. قال لك يا احسن حد يفهم غلط. ابرز ثلاثه هي كالاتي: رفع ضريبه القيمه المضافه على الخدمات، تعويم الجنيه اللي اسهم في ارتفاع الاسعار بشكل جنوني، القفزه السعريه، انشاء صندوق دعم رفاهيه القضاه وصندوق دعم اسر الشهداء الجيش والشرطه. بشكرك يا محمد حسني محمد. محمد حميدو ده اسكندراني ده ولا ايه؟ قناه السويس ان الايه؟ النيجا رفع معنويات، النتيجه يعني رفع معنويات. العاصمه الاداريه للاغنياء بتدفع من دم الفقراء، رفع دعم للتنميه نتيجه فقر الناس ومزيد من الديون. تحياتي ليك يا حميدو جدا، ولو من اسكندريه تحياتي ليك. عبد الجواد كامل بيقول: تحياتي استاذنا، اولا حفر طلعه السويس لرفع الروح المعنويه والمليارات دي للشعب اللي بيحاسب عليها، الاقتراض بالمليارات من اجل العاصمه الاداريه، بناء مسجد الفتاح العليم، بناء الكنيسه الكاتدرائيه، مع العلم بان الاسلام يمنع من بناء كنائس جديده او ترميمها. الشيء الوحيد اللي بيقبله الاسلام هو بقاء الكنائس على وضعها بدون ترميم او بناء كنائس جدد، وكل ده الشعب اللي بيحاسب عليه. شراء الاسلحه بارقام فلكيه من دول الغرب من اجل الحصول على الشرعيه. رابعا بناء قصور جديده وشراء طائرات رئاسيه فارهه، والشعب يموت من الفقر ويحاسب على رفاهيه السيسي. انت يا عبد الجواد رائع الا حته، الا خمسه. يعني انت البوست بتاعك رائع ما عدا قصه الاسلام بيمنع. الاسلام بيمنع بناء كنائس. انا ما اقدرش اجادلك في الفقه. انا لا مش اهل الجدال في الفقه. لكن انا عايز اقول لك ايه، توخى الدقه شويه. لما يعني انا ممكن اغلط في اسم اديب، او اغلط في اسم فيلم، او اغلط في معلومه ما تضرش ولا تفيد، وده بيحصل. لكن ان انا انسب للاسلام شيء محتاج دراسه ومحتاج علماء ومحتاج فقهاء، لما انا اقول الاسلام بيمنع بناء الكنائس، دي انا بعتبر ان اي حد يتصدى للدين والفقه تحديدا بقلب كده مفتوح بدون دراسه، لا عليه انه يتوخى الدقه يا عبد الجواد قوي قوي. انا ما اقدرش اقول لك انت غلطان او صح في ده، انا مش اهل ده. لكن انا بخاف قوي ان انا اقول الاسلام بيمنع، الاسلام بيقول لا، الاسلام بيقول اه. ما اقدرش. وانصحك ممكن نقول اي حاجه في اي حته بس بعيد عن الدين. وتحياتي ليك يا عبد الجواد، وتحياتي لحضراتكم، ونكمل الفقرات الجايه بس بعد الفاصل.